متشكر جدا، وانا سعيد النهارده بالندوه اللي عملناها في معرض الكتاب عن عوده الاثار المختلطه في وجود الدكتور عبال عثمان والسفير عمر سليم والدكتور ممدوح الماطي، وطبعا دي حاجه قوميه نرجع اثارنا. فاحنا النهارده بنبين المجهود اللي بتقوم بيها الحكومه المصريه عشان ترجع الاثار. هناك بعض القضايا المثاره جدليا الان على السوشيال ميديا، والشباب مثاره منها قضيه طلاء الهرم او كساء الهرم او قضيه الكرم. مفيش حد لا طلع الهرم ولا بيكسى الهرم، كلام اتقال لسه، لكن الدراسات العلميه اللي هتتعمل في المستقبل، وده ما اعتقدش ان موضوع ممكن يحسم دلوقتي، فلم يتم تبليط الهرم، لم يتم كساء الهرم باي حاجه، الهرم زي ما هو من ايام من كبر. دكتور، في بعض الصور في بعض الصور المنتشره لغلق الهرم النهارده والطلاق، كان في احقار كده، ما حدش اطلاقا ولا حد يجرؤ يطلع الهرم. ازاي يتقال الكلام ده؟ ده كلام كله اشاعات مغرضه ليس على اساس بالصحه اطلاقا. استحاله ان يتم طلاق الهرم. الهرم كان في احجار كده قدام، قالوا مشروع كار اوريدي. الهرم اتكسى ب 16 مدماك من ايام الملك مين كاورع، بعد كده على مر الزمن وقعت المدامج دي وتساب بس حوالي 3 4 تحت اللي انتوا بتشوفوها دلوقتي دي. لكن هناك بعض الناس الغير متعلمين جهله يقول لك هيطلوا الهرم، يوم ما الهرم ده يخدش هتلاقي كلنا نقف ضد اي انسان يخدش. قالوا مشروع القرن، لا كلام اتقال لكن لسه ما حدش يعرف حاجه وما حدش يقدر يجرؤ على طلاق الهرم. راي حضرتك ايه؟ موافق على ان حاجه زي دي تحصل؟ لازم اي حاجه تتعمل في الدنيا يتعمل لها دراسات، مش هتاخد اكتر من 3 سنين، ولا يمكن اي دراسه يتم تنفيذها الا بعد راي علماء المتخصصين في عصر الاهرامات. Gracias.